موجز الأخبار من ليبيا الحدث، حياكم الله مشاهدينا. شدد القائد العام خلال اجتماع عقده رفقة عدد من القيادات العسكرية على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وضرورة أن تكون لهم الأولوية في صرف مستحقاتهم وأن يتم تكليف من يعرف قيمة تضحياتهم ويكون على قدر المسؤولية. تم خلال الاجتماع التطرق لما استطاعت المؤسسة العسكرية إنجازه بقطعها الطريق على الإرهاب الذي كان يستهدف كامل المنطقة. كما أصدر القائد العام تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا وأن يوضع برنامج متكامل بشأن هذا الوباء لأفراد القوات المسلحة على اختلاف أماكن تواجدهم. أرسل النظام التركي برئاسة رجب أردوغان 4 طائرات مسيرة بالإضافة إلى شحنة من الأسلحة المتطورة لحكومة السراج المنتهية ولايتها في استمرار صريح لخرق القرارات الدولية بحظر توريد السلاح على ليبيا. ونقل موقع تركيا الآن عن مصادره بأن طائرة شحن تركية غادرت قاعدة عقبة بن نافع الجوية متجهة إلى تركيا. كما أوضحت المصادر أنه عادة ما تفرغ طائرات الشحن التركية حمولتها من المرتزقة في القاعدة نفسها غرب البلاد. وصفت ميليشيا قوة حماية طرابلس التابعة للرئاسي والتي تضم عددا من الكتائب المسيطرة على العاصمة، وصفت جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم الورم الذي ينخر في جسد البلاد وهم من يزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. أشارت في بيان لها إن أفعال هذه الجماعة المفسدة في الأرض منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها. وتابعت ميليشيا حماية طرابلس إنها تحذر الإخوان من العبث بالمواطن وأنها ستقف ضد الغزاة والطامعين والفاسدين من الداخل والخارج على حد قولها. وتتابع بكثب تحركات هذه الجماعة الهالكة ومحاولاتها الحثيثة في خلق الفتنة التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن. دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا أمس الجمعة حكومة الصخيرات بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وعدم التعرض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات. أكدت المنظمة في بيانها على حق المواطنين في التظاهر احتراما لحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية. كما دعت المنظمة إلى تطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم داخل المدينة. رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العجوري باتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية التي تقطع الطريق أمام الأجندات غير المسؤولة على حد وصفه. العجوري قال في تصريح لصحيفة العين الأخبارية إن ليبيا لم تكن طرفا في التفاهمات المصرية اليونانية التي بدأت منذ أعوام، ولكن ترحب بجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة ومنها مصالح ليبيا والتي تؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل لثروات البلاد. ختام الموجز، مشاهدينا لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام. كما يمكنكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث على أجهزتكم المحمولة. كما بإمكانكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث. .net. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.